الحمد لله ذو الجود والإحسان الكريم المنان، نسأله أن يصلي ويسلم على سيد الأكوان سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم وفيهم، إنه كريم المنان. نتأمل بعض أوصاف وصفات من يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. تلك الصفات الموجبة للاستظلال بظل عرش الرحمن يوم القيامة، صفات العابدين المنيبين المخبتين التي علمنا إياها نبينا الأمين بقوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر تلك الأوصاف العالية. نتأمل في هذه الحلقة شيئا مما أعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والظاهر كما ذكره جماعة من العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بهذا المكثر من الصدقة المديم لها، الذي يتصدق دائما لا مرة أو مرتين، وإنما يتصدق بشكل متكرر دائم ويظهر صدقاته ويخفي الكثير منها، فيكون بذلك يستحق الاستظلال بظل عرش الرحمن جل وعلا، وإن كان من فعل ذلك مخلصا من قلبه ولو قليلا ولو مرة إن شاء الله يستحق بذلك الأجر العظيم عند الله جل وعلا. نأخذ في كل حلقة نموذج من النماذج التي أنارت لنا الدرب وأظهرها الله جل وعلا لنا كي نهتدي بها ونستنى بسننها. نموذجنا هو الإمام الفاضل الكريم أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي الخراساني. كان مولى لبني حنظلة، أي أن أباءه كانوا أتباعا لهم رضي الله عنه وأرضاه. عاش عالما عابدا فاضلا، اشتغل بالتجارة فكثرت صدقاته وعظمت نفقاته، ولكنه مع ذلك كان من العلماء الربانيين الموصوفين بسعة العلم وقوة الفهم والمذكورين بالزهد. من شيوخه ومن أعظم شيوخه الإمام مالك بن أنس، سفيان الثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، وحميد الطويل أو حميد الطويل وغيرهم، وتلاميذه كثيرون وله مؤلفات وكتب مشهورة، إلا أننا نتعرض لبعض أخباره في الصدقة والإنفاق والبذل لوجه الله جل وعلا. خرج مرة مع جماعة من الصالحين في سفر، فكان يقول لهم أعلم أنكم تستوحشون أن ينفق أحد عليكم، أن يعطيكم من ماله، وأنتم أقوام أعزاء النفوس لا تحبون أن ينفق عليكم ولا أن يتصدق عليكم، فاعطوني نفقاتكم التي أعددتموها للسفر. فيعطون إياها، كل واحد يعطيه المال الذي أعده لسفره فيضعها في صندوق فينفق عليهم من ماله طيلة السفر، منذ أن ذهبوا وهو ينفق عليهم الطعام والشراب وأنواع الحاجيات التي يحتاجونها، حتى إذا قربوا من المكان الذي يريدونه قال لهم لقد قربنا من مكاننا ولابد أن نرد لكل واحد حقه، فيأخذ من ماله ويعطي كل واحد منهم 20 دينارا. فيقول له الرجل يا ابن المبارك يا أبا عبد الرحمن إنما وضعت 10 دراهم لا 20 دينار. فيقول له عبد الله بن المبارك ما يضرك أن يكون الله قد ضاعف لك وبارك لك في مالك. ينفق من عنده بطريقة لا يشعر فيها من يتصدق عليهم ومن ينفق عليهم أنه من أعطاهم أو من عليهم بعطيته، يخفيها بأسلوب عجيب بطريقة عجيبة رضي الله عنه وأرضاه. من غريب ما روي عنه في ذلك أنه ذهب مرة من المرات إلى طرسوس، وكان كثيرا ما يأتيها، فسأل عن شاب كان ينزل معه في نفس الخانة، أي المحل الذي كان ينزل فيه، وكان هذا الشاب يقوم بحوائج عبد الله ويقضي له بعض الحوائج ويساعده، فسأل عنه فقالوا له لقد ركبه دين شديد فأخذ إلى القاضي فوضعه في الحبس. وكان عبد الله يسأل عنه كثيرا، فلما قيل له هذا
سأل عن صاحب المال، من صاحب المال؟ من الذي ادعى عليه؟ من الذي اشتكى عند القاضي؟ حتى عرفه. فلما أن عرفه أخذه قال: كم لك عند فلان في السجن الذي في السجن؟ قال: عنده لي كذا وكذا. فأعطاه ابن المبارك المال كله وقال له: أخرجه وأطلقه من السجن، ولي عليك شرط ألا تخبره من فعل هذا ومن أعطاك هذا، وألا تتحدث بهذا إلا إذا أنا مت، فإن مت فلا عليك أن تتحدث. فذهب هذا الرجل من صبيحته إلى السجن وأطلق ذلك الشاب، فخرج من السجن ووصل إلى الخان، فقيل له: لقد كان عبد الله بن مبارك هنا وكان يسأل عنك، وهو اليوم قد غادر وسافر. فخرج هذا الشاب يطلب عبد الله بن مبارك حتى وجده في الطريق، فقال له: أهلا بك، أين أنت؟ كنت أسأل عنك. فقال له: كنت في السجن وكانت عندي مشكلة. فقال له: كيف خرجت من السجن؟ قال: لا أدري، ولكن هناك رجل من أهل الخير جاء إلى من كان عندي له المال فقضى عني دينا فجزاه الله عني خيرا. فلم يكن من عبد الله إلا أن تبسم وضحك وقال لي ذلك الرجل: احمد ربك أن وفق أحد من المسلمين أن يقوم معك في حاجتك. مرة من المرات طلب منه إنسان أن يقضي عنه دينه وقال: عندي دين. فكتب له ورقة إلى وكيله أن يقضي عنه دينه، فوصلت الورقة إلى الوكيل. فلما أن وصلت إلى الوكيل سأل هذا الشخص، قال: كم هو الدين الذي طلبت من ابن المبارك أن يقضيه؟ فقال له: طلبت منه أن يقضي عني 70 درهما، الدين 70 درهما. فأرسل هذا الوكيل إلى ابن المبارك: يا ابن المبارك، إن هذا الرجل إنما طلب منك أن تقضي له دينا 70 درهما، وأنت قد كتبت في الورقة أن أعطيه 700 درهم، وإنما هو يريد 70 لا 700، وإن الغلال قد فنيت، أي أن المال قد ذهب عنا وفني ولم يبق منه الكثير. فرد عليه ابن المبارك يقول له: إن كانت الغلال قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني، اكتبوا ما سبق به قلمي، الذي أخطأت في كتابته أمضوه، فإن كان الخطأ في الزيادة فليمضي كما قلت ذلك. كان كثير التجارة، ويستغرب بعض الناس ما بال هذا العالم يعمل في التجارة وفي جمع المال. مرة من المرات أفصح عن هذا عبد الله بن مبارك، كان يقول للفضيل بن عياض: يا فضيل، لولا أنت وأصحابك لما اتجرت، لولا أنت وأصحابك لما اتجرت، أي لولا أني أريد أن أنفق على العلماء والعباد والزهاد لما اتجرت وجمعت المال. حتى كان يقول: إن أعظم عمل بعد النبوة تبليغ العلم ونشر العلم، وإن إن لم نسد حاجات هؤلاء العلماء ونواسيهم أحوجناهم لأن يتكففوا أيدي الناس وأن يأخذوا منهم، فنحن أولى أن نكفهم عن طلب ذلك. رحم الله ابن المبارك، كم في سيرته من الشمائل العظيمة التي هي آية لمن بعده. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.